صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنه 2022 بتعيين مديرين في وزاره المواصلات والاتصالات جاء فيه. يعين في وزاره المواصلات والاتصالات كل من السيد عبد الله حسن اسحاق القاضي مديرا لاداره الحركه الجويه. السيد رؤوف عبد العزيز عبد الكريم العلوي مديرا لاداره التراخيص الجويه.